قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاك. ستكون الجزائر أول دولة تحصل على مقاتلة سوخوي 57 من خارج بلد المنشئ روسيا بعد توقيع عقد لاقتناء 14 طائرة منها حسب ما كشف عنه موقع مينا ديفونس المتخصص في شؤون التسلح في منطقة الشرق الأوسط. وحسب ما نقله المصدر فقد تعاقدت القوات الجوية الجزائرية مع المصنع الروسي لاقتناء 14 مقاتلة سوخوي 57 و28 راجمة صواريخ من طراز سوخوي 34 وسوخوي 35 ومعدات قتالية أخرى في آفاق العام 2025. وتم إبرام الصفقة الجزائرية الروسية بعد تنقل وفد عسكري رفيع المستوى من الجزائر يقوده قائد القوات الجوية اللواء حميد بومعيزة إلى معرض ماكس للصناعات العسكرية الجوية في موسكو نهاية الصيف الماضي. أين اللواء بومعيزة من بين قلة من الأجانب الذين قاموا بتجربة محاكاة لتحليق المقاتلة؟ وحسب الشروحات التي يعرضها المصنع لقدرات الطائرة الروسية التي تنتمي إلى الجيل الخامس تتمتع هذه المقاتلة بالقدرة على التخفي على أجهزة الرادار، كما تعتبر مقاتلة متعددة المهام لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية على المدى القصير والطويل، إلى جانب قدرتها على ضرب أهداف برية وبحرية. ويمكن المقاتلة المزودة برادار باستطاعته كشف الأهداف على بعد أكثر من 400 كيلومتر تتبع 60 هدفا وضرب 16 هدفا في نفس الوقت، وهي تعتبر منافسة للمقاتلة الأمريكية الفتاكة F-35. إخوة الكرام شاركونا أراءكم في التعليقات حول ما اقتنته الجزائر من روسيا. فاللهم احفظ بلادنا من كل سوء. سلام. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.